وما بالك عاد في القرص في حوافز وفي جوائز وفي انتوني يونس، ايه والله العظيم لو اكو ملعب هسه هنا بالبصره ايه بالبطوله هاي ايه 200 الف يشيل 200 الف ايوه يتعبى يشيل يشيل عاد مو يكفي مو 200 كل مليون اي والله والله كل مليون والله ما اقول المباراه خميس وراها جمعه وراها سبت عطله يعني هوسه في الشارع الهوسه هنا لكن علي الجماعه ما حصلوا بطايق انتم تسمون بطايق تقول تذاكر ما حصلوا حق العراق خذوا من عندي البحرين نحضر عرس نكمل العرس إيه ولو ان العراق مهم يعني اللقاء اللي يلعب فيه لكن بعد يبغون يحضرون مناسبه كرويه قلنا لك حطوا حطوا البطوله الخليجيه القادمه ولا اللي بعدها في العراق هسه راح اشوف تخيل اليوم الجمهور تبي ساعه داخل الملعب ولا الساعه بالسبعة انا اليوم حكيت ويا ضابط عند ولد صديق مفول الملعب والله الساعة 7 جايين قاعدين سبعة الصبح صحيح 7 الصبح وامتلى الساعة كم؟ ايش؟ امتلى 12 تقريبا ليش احنا بس ساعة وصلنا قول قبل أربع ساعات احنا وفد بس ساعة وصلنا هذا مهدي سعيد والله يمكن ثلاث ساعات احنا بالطريق واحنا يعني سيارة قدامنا يعني سيارة النجدة وفد وهذا اعطوني هذه اللقطات للجماهير اللي خارج الملعب ما شاء الله ما استطاعت الدخول الى ملعب المدينه الرياضيه لا مو هذا يا شباب هذا هذا وين هذا هذا الحشود بساحه الجماهير بساحه الخاصه بالبصره سعدي. تتابع خلف الشاشات وتؤازر هاي الجماهير اللي ما راحت للملعب فانزون هاي فانزون اي هذه تتابع بالفانزون اكو مقطع فيديو اخر يا شباب جماهير ما هو مسوي انت جماعه برا الملعب هذه الحشود كلها ما دخلت هذه اليوم بالملعب هذا قبل ثلاث ساعات من المباراه انقفل الملعب امتلى بالكامل وعلى اعداد ما شاء الله هذا يحصل بالطيني هسه كل دول العالم ما في لا يحصل اكو هيك عشق كروي اكو ناس هيك